زي ما بقول لحضراتكم ان واحده من الجهود المهمه هي جهود لجان الاستغاثه، وتحديدا في الوقت المهم اللي احنا بنعدي فيه. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود اللجنه الطبيه العليا ولجنه الاستغاثات الطبيه لرئاسه مجلس الوزراء على مدار سنه كامله من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020. من خلال تقرير دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أشاد دكتور مدبولي بجهود العاملين في لجنة الاستغاثات الطبية، وأوضح دكتور حسام المصري رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أنه لجنة قامت خلال سنة بالرصد والاستجابة ل 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة.